مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، اعلنت انطلاقة الشوط الاول الرئيسي لسن القعدان المفاريد وابناء جالية سودانيين، وايضا هنالك ضيوفنا اللي يشاركوا بدولة قطر المقدمة والصدارة، هنالك كرري بالفعل الجهوري صالح الجهوري راعي كرري، اسم كبير ومنطقة هنالك، الله يا كرري. ولكن ثاني المراكز وصل الشبابي الصديق، هنالك صالح الصديق الجعلي اسم كبير، اسماء كلها كبيره، اسماء تخوف والله، اسماء كبيره هنالك. مشوش سعيد ابو شعر ايضا يشوش بالاداره كبير، سعيد ابو شعر ورابع المراكز. وصل شاهين ومحمد بن الزين بن موسى بن الزين هنالك يشارك ورابع وخامس المراكز، دخول مباشره. ولكن الاسماء القويه وصل عاجبني ومحمد هنالك، محمد بن محمد وهنالك محمد بن دوده من يشارك. ولكن نرجع ونلحق الله الشبابي وصالح الصديق الجعلي اسم كبير، ولكن وصل معاند ليكون معاند، محمد بن احمد بن جبوره اللحوي، الله اهالي اهالي كسمار ذكرونا بهناك المشاريع الكبيرة، جبورة بالفعل ومعاند التحدي محمد بن أحمد بن جبورة، الله سلام يا اللحوي، سلام يا بن جبورة، تهانينا وألف مبروك والتهاني. وصلت إلى هالي جبل كسمور بمنطقة اللحويين، والمركز الثاني المركز الثاني كان من نصيب الشباب صالح بن صديق الجعلي، المركز الثالث كان من نصيب شاهين محمد بن الزين بن موسى. توقيت الزمني ساعة وصول معاند دقيقتين و15 93 جزء، تهانينا لمالك معاند محمد بن احمد بن جبور اللحوي، سلامات الى منطقة اللحويين في جبل كسمور، تهانينا لجميع الفائزين.